نحن اليوم ضيوف في مهرجان الملك عبد العزيز أبناء مؤسسة إخاء والمؤسسة الخيرية رعاية الأيتام إخاء. نشرف لكم نادي الإبل على هذه الاستضافة الرائعة الجميلة. شكر خاص لرئيس النادي الشيخ فهد بن حتلين وسعادة الأستاذ بندر القحطاني والمسؤولية المجتمعية التي احتوت أبنائها أبناء إخاء في هذا المهرجان. السعادة تغمرنا والفرحة تسودنا في هذا المكان في المشاركة في هذا المكان الجميل. شكرا لكم جميعا نادي الإبل مهرجان الملك عبد العزيز. همتنا وأبناء إخاء ومؤسسة إخاء همة طويق.